المال لغويا له أسماء مختلفة. في المدرسة يسمى رسوم، في الزواج يطلق عليه المهر، في الطلاق يطلق عليه النفقة، وعندما تأخذه من شخص لأجل مسمى فهو دين، وعندما تدفعه للحكومة فهو ضريبة، وفي المحكمة يتحول إلى غرامات. الموظفون المتقاعدون يتلقون معاشات، والموظفون الاعتياديون يتقاضون رواتب، وعند العمال فهو أجورا، وعندما يدفع للوسطاء في صفقة تجارية يسمى عمولة، وعندما يدفع مقابل الخدمات المهنية كالمحامي مثلا فهو أتعاب، وحين يخصص لمشروع تجاري يصير استثمارا، وعندما يؤخذ من البنك فهو قرض، وعندما يؤخذ من المستدين أضعافا مضاعفة يتحول إلى ربا والعياذ بالله، وعندما يودع في البنوك فهو ودائع، وعندما يقدم بعد نهاية الخدمة فهو مكافأة. الخاطفون يطالبون بفدية، وعندما يقدم بشكل غير قانوني باسم الخدمة ينزل إلى رشوة، وعندما يقدم للفقراء والمحتاجين كواجب يقال له زكاة، وعندما يعطى لهم تطوعا فهو صدقة، وحين يدفع مقابل تأجير عقار فهو كراء أو إيجار، وعندما يدفع من قبل العظماء يصير مكرمة، وعندما يصرف لتصفية الذنوب فهو كفارة، أما حين يأتي من المتوفى لذويه فيسمى ميراثا، وعند الذين لا يصلون إليه يصير وسخ الدنيا. وأخيرا وليس آخرا، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه زينة الحياة الدنيا. كم أنت رائعة لغتنا الجميلة.